وجود كابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفرقه؟ ايه العلاقه بينك مع كابتن عبد الله؟ علاقتي مع كابتن عبد الله علاقه كويسه جدا يعني، الحمد لله هو مثل اعلى كده كده لاي معد في مصر وافريقيا. عبد الله عبد السلام، انا اول ما لعبت كره طايره ابتديت يعني اعرف الناس وكده، عبد الله قعدت سنتين او سنه ونص احاول اجيب تيشيرت مكتوب عليه عبد الله عبد السلام اللي بيلعب بيها في المنتخب، لغايه لما جبت واحده يعني الحمد لله. بعد كده لفت الايام وهو راح الجيش بقى وكده، ولفت الايام لما انا طلعت درجه اولى، كانت دي اول سنه لكابتن عبد الله في النادي الاهلي. دي كانت اول سنه هو جه بعد ما رجع من الجيش، كانت اول سنه ليا درجه اولى في النادي الاهلي. وابتديت يعني اتمرن معاه، طبعا شرف كبير ان انا اتمرن مع كابتن عبد الله عبد السلام وطبعا كابتن حسام يوسف، يعني دول احسن اتنين معدين في مصر. فبتبقى بالنسبه لي قد ما هي ممكن تاخر وجودك في الملاعب شويه، بس طبعا وقت ما هتظهر هتبقى انت خلاص يعني اكتسبت خبرات من احسن اتنين في افريقيا وفي مصر يعني ممكن تتمرن معاهم في حياتك. بدات برقم 14 في حياتك ولا لبست رقم 14 مضطر في وقت من الاوقات؟ لا ما بداتش برقم 14، انا كنت مش فاكر كنت بلبس ايه، كنت بلبس 20 20 كنت بلبس 20 في الاول، وبعد كده بقيت بلبس 14 من وانا صغير طول عمري في الناشئين بلبس 14 وفي المنتخب. ليه رقم 14؟ ما اعرفش جات لك كده. لا ما كنا هو في اول السنه دايما بنسال على ارقام، فرقم 20 ده كنت لسه جديد بقى، كنت اخر واحد. بعد كده انا سنة لبست رقم 2 عشان ابقى زي كابتن عبد الله عبد السلام برضه. بس لما طلعت طبعا هو حاجز الرقم. لا كده كده هو حاجز الرقم بقى، انا من قبل ما اطلع درجه اولى وابتديت ان انا البس 14، قلت يعني عشان يعني في يوم من الايام ابقى زي الناس كلها، تبقى زي ما احنا كلنا نفسنا نبقى رقم 2 زي عبد الله. اكيد ممكن نبقى رقم 14. هتكمل ب 14 يا يوسف؟ انا الدرجه الاولى برضو اول سنه ليا اخدت 20، وبعد كده لما ابتدت بقى الفرصه ان احنا نتسال على ارقام عايز رقم ايه بتاع، اخدت 14 بس الحمد لله.